معكم في الويكند سبيسيال العيد مرة أخرى اللي تحقوا بينا في المشاهدة، نقول لهم كل عام وانتم حيين بألف خير. نحب نذكركم وأنكم تنجموا تربحوا معنا اليوم كليماتيزور مارك غري، تهديهولنا دارتي تونيزي. دونك سهل ياسر، ادخلوا توا على باج دارتي تونيزي باش تلقاو بوبليكاسيون خاصة بالجو باش تشاركوا فيه. اعملوا لو ماكسيموم دو كومنتير، حطوا فيه السلوغان نتاع دارتي، اسهل من هكا ما فماش. باش تنجموا تربحوا كليماتيزور يجيكم ليفريزون غراتويت وانستالاسيون اي غراتويت بيان سور. وبالطبيعة في السخانة هذيا ما نجموش نهديو حاجة أهم وأحسن من كليماتيزور. وزادة كيف كيف باش تلقاو أوفر سبيسيال في دارتي المرسى، الناس اللي تحب تمشي تشري أن كليماتيزور فرصة ليكم، على خاطر متواصلة لوفر حتى ال 31 أوت. دونك كان تشري أن كليماتيزور إغري تتمتع بليفريزون وإنستالاسيون إغراتويت. أنا تو باش نمشي نستقبل معاكم زميلتي نعيمة شرميتي وفقرة الفاشن بوليس. عيدك مبروك عفيف، يعيشك كل عام وهما حيين بخير السادة المشاهدين. أنيس عيدك مبروك. دونك حركة كبيرة هالأيامات، عفاف سياسة مهرجانات، وأنا كالعادة ما جيتش بلاش الجمعة هذيا. دونك اللي عملت البوز أكثر حاجة شدت حديث الناس هو الانتخابات الرئاسية والترشحات اللي رافقت برشا المترشحين ودخلت ليماج المرة هذه بالحق برشا تعليقات. وعاد حملة انتخابية كل شيء يدخل الصورة مهمة برشا، الصورة مهمة برشا صحيح. دونك أنا عبير موسي اخترت عبير موسى اليوم باش نركز عليها، اللي هي الحقيقه كانت حديث سوشيال ميديا وصل الى حد التنمر. انا ما نحبش نشجع الناس باش يوليوا يتنمروا على السياسيين ولا بالضبط. ينتقدوهم برشا، وخاصه مرجل عفيف المراه هذه مرجل. كما تشوف انا علاقه عبير هي بالموضه، لان نحبها برشا عبير كاميرا ونشجعها ترشحت للرئاسيه، كما علاقتي انا بالمات والسيونس اللي انا ما نفهم في شيء. الحقيقه نتاع ربي انا اداب ما نفهم في حد شيء، ما تضحكش عليها برشا، واحد مع واحد نغلط برشا قداش. دونك كما ترى هوني التصويره هذه ياسر دارت في السوشيال ميديا. عبير اختارت تايوغ انسامبل، الحقيقه معناتها مش حلو، مش حلو حتى تعرف. مش نتاع المناسبه نتاع انك باش تمشي تقدم الترشح نتاعك. صحيح، معناتها هي كانت تنجم معناها تختار حاجه بازيك على الاخر وموجوده في السوق وموجوده في المول. وشفناها قبل في حاجات اخرين نجحت فيهم معناها مش. لا التصوير هذه خذت سكسي كبير 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 برشا، على خاطر كما تعرف انت معناتها التيسيو نتاع القماش وكل شيء مش ماشي مع مع مع, مع النهار اللي جات فيه عبير باش تقدم الترشح نتاعها وحتى القاعده. واللي اكثر هو زاده معناها الصندي اللوك كامل الحقيقه. معناها هي كانت نجم عبير ما تتفلسفش برشا وتختار حاجه تمشي معاها، كما قلت لك تختار تمشي حاجه بازيك، تختار حاجه بازيك وقد معناتها. وراح حبيت نقول معناها باش هي تنجم تخفي العيوب نتاعها، مش لازم نلبسوا صانديل خاطر معناتها باش تخبي ساقيه هي معناتها بوانتور كبيره. نجموا نلبسوا حاجه تفين لنا الساق نتاعنا وتفين من الكاليتي نتاع القماش ياسر خايبه وموش محدد بالكدي سروال من نوع. الحقيقه عبير المره الجايه نحبك برشا، اما حاول باش تلبس جايتك حمله انتخابيه رئاسيه رد بالك عبير. ما تمشي للصوره اللي من بعد نعيمه، نحب ننتهز الفرصه هذه بما انك حكيت على التنمر واحنا داخلين توا في حمله انتخابيه. احنا ما نحكيوش بوليتيك في البرنامج نتاعنا، ولكن فقط نحب نقول ملحوظه فيما يخص المراه التونسيه وفيما يخص حضور المراه التونسيه في السياسه، في المشهد السياسي والمشهد الاعلامي في تونس. نرفقوا ببعضنا معناها في حملاتكم وحروباتكم بين بعضكم. صحيح. تذكروا ديما عندكم اخت، عندكم زوجه، عندكم أم، عندكم بنت، معناها فما جانب يلزمنا ما نتجاوزوهش، فما خطوط حمراء يلزمنا ما نهبطوهمش. خليوا حربكم تاع أفكار، حربكم تاع سياسة، ولكن الجانب الشخصي والسب والشتم وبرشا حكايات قاعدين نشوف فيهم هالنهارين
بصراحة ما يرتقيوش. هي شخصية عامة نجم نقدوها من نقد كما قلت ما يوصلش لحد التنمر اللي هو مش حلو حتى تعرفوا من عبير نمشي الأيقونة الموضة اللي كانت ما بيناتنا جمعة الفيتة نانسي عجرم اللي الحقيقة إطلالتها الكل ياسر بمعنيتها درجة أحسن من حسن إلى أحسن تختار ياسر للوك متاعها بالكدي بالكدي معناها مدروسين ما تفدلكش نانسي عجرم ممنوع تفدليك وممنوع تفلسيف كان نجم نقوله لبست روبة بيضة مزيانة على الاخر الكوليكسيون للديزاينر اللبناني جورج حبيقه اخر كوليكسيون عفيف كما ترى لون مزيان مشرق في مهرجان يمشي معها برشا الابيض سي والروبا بالثريبل هي كما نقولوا احنا ثريبل هكا صحيح وزينتها بسانتيغ في النيود وانا ما عجبنيش سبات اللي هو مشتهر وابانيغ الكومبونسي مع نوعيه الروب هذايا تختاروا سناد المفينين شويه دونك لوكا ياسر حلو نانسي عجرم بالنسبه تصور ايمن العقبي حبيت نقول له ميرسي بوكو ايمن وفر لي تصاور بارك الله ولا مصور الفنانين ما شاء الله بارك الله عليه خاصه نانسي عجرم هو الفوتوغراف نتاعها وانا حبيت خديت تصاور من عنده نمشي الميك اب والشعر الرويجي وهذايا هو لوك نانسي عجرم تعرف انت انيس في لبنان ما الاطلاله نتاعها واللوك لازم يكون واحد مدروس. مع اثنين انا عجبتني برشا توندونس روبتها وياسر حلوه تستحق مونسيون مونسيون تري بيان دونك البارح اليسا اوت اوف فاشن مش كان عبير موسيا هاوكا معناتها اليسا البارح في مهرجان بنزرت مهرجان المنستير سامحني هذه في مستير وي هذه البارح الحقيقه الاطلاله عجيبه غريبه انا ما فهمتش شنو لابسه هي لابسه غوب نوار شنو لابسه ما فهمتش لابسه غوب نوار قصيره وان شولدر دونك وين الروب فما فيك الروب وين الروب ناقصه بالحق انا اليسا نتبع فيها ما فهمتش شنو لابسه ما فهمتش شنو لابسه روبا ياسر ما نجمش نقول خايبه كارثه ما نجمش نوصف ومش موافقه بصراحه اي مش موافقه على الاخر معناتها وهي شطحت برشا وكل شيء ومع روبا لابسه كولون شيخ راهو الكولون شيخ سي ان فاشن فو با ردوا بالكم ردوا بالكم ردوا بالكم اليسا معناتها البارح العبيد الكل اليوم نحكي مع اولاد قال هو معجب اليسا قال لي امان هكا اليسا تصورها ما صدقش نقول له شوف تصور رغم اللي اليسا زيدا عودتنا في اطلالاتها وفي حضورها على المسارح بروب ياسر مزيانين وتخشي هيا روبا هوني دارت انا يسمح وعنها المورفولوجي نتاعها يمشي معاها برشا روب حلوين عفيف انا بيدي معناتها كي شفت تصاور قعدت نستنى البارح في الحفله نتاع كيما تشوف الكولونشيغ ارتيفيسيال الحقيقه البنات تايشوه من الخزانه نتاعكم مدرسين كيما تحبوا راهو اللطف 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 سي بانيغا طيش عفيف طيش وما فهمتش انا بيدي ما فهمتش علاش اختارت اللوك هذايا الحقيقه نتاع ربي وحتى لي ديتاي نتاع روبا مش حلوين هي في استاد البارح ظهر لي سهريه ونكدت برشا وشطحت برشا بوش الميك اب نتاعها كالعاده السموكي اي لاينر وكترا روبا هوني ظهره شويه انا ما فهمتش شنو روبا الحقيقه او الشعر ويدي نقص حاجه اللي هي نقص حاجه اللوك الكل ناقص حاجه ماهيش موافقه بالكل وماهيش عوايدها خاطر هي عملت تغني كامل لبست بالكدا وجات لتونس ما لبستش ما نعرفش علاش يعني زعما علاش عموما الحفله كانت ناجحه اذا كان نحيو نحيو الجانب نتاع الفاشن فوبا هذايا معناها اللي عملته نتاع ماهيش في نهارها البارح فوالا لبسه بصراحه ماهيش حلوه بالكل ولكن الجمهور كان حاضر ولي فانز كانوا حاضرين باعداد غفيره برشا برشا شفت فيديو عندها جمهور على تويتر حبت تجي الكارتاج وي دونك ماشي في فورما كانت جماهيرين كانت ناجحه مي بون لو شوا هذا خايب برشا هذا هو اليوم عفاش شنو اخترت ومش نكمل ان شاء الله مع المهرجانات الجمعه الجايه ديما ننسى احنا رجال كلاسيك برشا نرجو رجالنا ما في تونس الفنانين وما ياخذوش برشا ريسك يمشيوا للبازيك اي ديما كلاسيك ديما عندهم ديما عندهم انا بدلت اللوك نتاعي بدلت انت ضعفت انيس اول حاجه ساعه ضعفت ثاني حاجه بدلت ما عادش كساوي بدلت كومبليتمون وليت كاجوال اكثر كاجوال تشوف انت عمر ذئب ولا تشوف تامر حسني ولا تشوف في مصر ايش لابسين معناها كان نحكي لك العسيلي طلع في حفله شفته على بشرط لبس شورت ايه شفت نوصل ايش نبغى نوصل كيف هو ولكن في الرجال اما لا اي كاجوال معناتها ما فهمش ما فهمش معناتها عندهم لبسه معينه معناتها مش كيما نساء اكثر منا معناتها الروبا والميك اب وكل كيما لطيفه تبارك الله عليها معناتها نرجعوا لها تفاسير عفيف قاعده زاد كل يوم تروب اخرين كل يوم لطيفه اي ما شاء الله صلي على النبي تبارك الله عليها وتشتح وكل شيء تبارك الله عليها كيما لطيفه
عملت تورني كامل بالروب كامل الانيس من ليماج كل شيء للمكياج كل شيء كل يخدم عليه كيما تخدم على اغانيك تخدم زاد على لبستك تخدم على اللوك نتاعك معناها خدمه كامله مهم برشا مهم برشا طبعا في مسيره كل فنان ميرسي بوكو يعيشك عفيف ميرسي بوكو يعطيك الصحه بدينا نحكيو على المهرجانات باش نخرجوا نذكركم بالاجندا كولتوريل شنو اللي يستنى فيكم الاسبوع القادم هذايا وراجعين مرحبا بكم في الاجندا كولتوريل روبريك اللي تقدم لكم مواعيد وبرامج المهرجانات وين تنجموا تسهروا على طول الجمعه نبداو بمهرجان كارتاج الدولي وين تنجموا تسهروا نهار 12 اوت مع عرض الزياره لسامي اللجمي نهار 13 اوت عندكم موعد مع الفنان مروان الخوري والفنانه التونسيه ألفة بالرمضان واللي مش اول مره يكونوا في حفله مشتركه طارق العربي طرقان وابنائه اللي غنوا اشهر اغاني الصور المتحركه اللي كبرنا معاها تشوفوهم نهار 14 اوت والغجارية بنت الريح الفنانة التونسية غالية بن علي باش تكون على ركح مهرجان كارتاج الدولي نهار 15 أوت المسرح والكوميديا حاضرين في برمجة مهرجان كارتاج للجمعة الجاية مع لطفي العبدلي وعرض الجاست عبدلي 100% تابو نجمو تشوفوه نهار 16 أوت والفنان عاصي الحلاني باش يطلع على ركح مهرجان كارتاج الدولي نهار 17 أوت نمشيو المهرجان الحمامات الدولي وبرمجته للجمعة الجاية باش تلقاو نهار 13 أوت مسرحية بيك بوسا للممثلة وجيهة جندوبي مروان خوري باش يكون موجود على ركح مهرجان الحمامات الدولي نهار 14 أوت بالنسبة لنهار 15 أوت تسهروا مع الفنان العالمي للجيرينو والفنان التونسي منير الترودي عندكم موعد معاها نهار 16 أوت بالنسبة لجيفا أمينة فاخت باش تكون حفلتها في مهرجان الحمامات الدولي نهار 17 أوت بالنسبة لمهرجان بوغرنين الدولي تسهروا نهار 13 أوت مع الفنان التونسي أيمن للسيق عرض الزيارة في مهرجان بوغرنين في موعد جديد نهار 14 أوت وموعدكم مع الكوميدي ميوزيكال عسكر الليل سفيان بفرحات باش يكون نهار 15 أوت ونهار 16 أوت عندكم موعد مع عرض بيرم النوفل بن عيسى وهو عبارة على تكريم المسيرة محمود بيرم التونسي النضالية نكملوا مع مهرجان تبرق الدولي في دورته 56 واللي باش نلقاو في برنامج الجمعة الجاية سهرة مع أمير الغناء العربي صابر الرباعي نهار 13 أوت الكوميديا زادة باش تكون حاضرة بعرض المسرحية لهكا لهكا النضال السعدي نهار 16 أوت الفنان العربي نور مهنا باش يكون على موعد مع جمهور مهرجان تبرق دولي نهار 17 أوت عاشق في حالي خلوني لا تزيد عليا عيني Show.
اخر بارتي في الحلقه بتاعنا اليوم من الويكاند، دونك بحضر الشيف مروان اليونسي. ايوا شيف، كل شيء حضر، سي بون. اه سي بون. اش قولك؟ اوني بري. انيس. انا قاعدين جوست ندريسيو في حاجه تشهي بصراحه في لي بلان تاعنا. دونك ان اتوندون شيف مروان يدريسي في البلان، حاب نسالك على المهرجانات انيس. دونك ديجا بديت عملت شويه حفلات ومازالوا لك عروض اخرى. عندي عملت مهرجان حي التضامن تعدى رائع جدا، ونشكر من خلالها نقول ان شاء الله كل عام انتم حيين بخير. جماعه حي التضامن الكل، جمهور رائع جدا، تنسيق تنظيم ما شاء الله تبارك الله عليهم، تعدى جو حلو برشا. بون صارت كديكالاج نتاع وفاه السيد الرئيس، دونك صارت كديكالاج نتاع ليدات. عندي جمعة الحداد هذيك تأخرت الحفلة. عندي مشكلة في ليدات توا، عندي إن شاء الله عندي 18 كان عشنا جابس. عندي سليمان وعندي سيدي ثابت، هما اللي مازالوا ما حددتوش في المشكلة في التاريخ، أنا ما عندي مشكلة في ليدات. دونك وإن شاء الله أكيد باش يتعداو زاد، كيما تعدى حي التضامن حلود أكيد باش يتعداو زاد. نعرفك تحفلها تبارك الله، معناها اللي يمشي باش يحضر حفلة مع أنيس خميسي جو على طول من أول السهرية لآخر السهرية. وفي أغاني خاصة طبعا، وفيه الجو التونسي تاعنا اكيد، هذاك ما يجيبش علينا اكيد. سي بيان سي بيان، ان شاء الله ربي يوفقك وربي ينجحك. هذا فطورك. هذا فطورك ضيفنا اليوم انيس الخميسي. دونك جوست عمل لنا ريكاب على الروسيت تاع اليوم. اون فيت شنو عملنا اليوم؟ خذينا لي بون دو تيغ الصغار، بطاطا، حبات بطاطا صغيرين، فوالا طيبناها في الماء وملح. لو فات انها طابت نجربوها بالسكينه، كانت تدخل السكينه سي بون راهي طابت. راهي طابت. نخرجوها ما نصبوش عليها الماء البارد. ما تنجمش في الوقت لازم تدخل السكينه. اه لازم نجرب. لازم علاش؟ على خاطر سا ديبون كل كعبه والطاي نتاعها، دونك عمرهم ما يمشيو كيف كيف. دونك نخرجوها تخلوها تبرد وحدها، من بعد نقصوها في اثنين نقليوها في الزيت. ومن بعد ما نقليوها في الزيت نعملوها في مقله مع شويه زبده، شويه معدنوس، شويه كليل، زعتر، باش تفوح. يعطيك الصحه. من بعد هذيك باش نحطها اللي حطيناها من اللوطه. من بعد خذينا احنا العلوش نتاعنا، خذينا هيك البارتي، خذينا اللحمه نتاع الكوتليت اللي تبدا لاصقه في الكوتليت. خذينا معناها نتاع اربع خمسه كعبات كوتليت لاصقين قبل ما نقصوهم، نحيو لهم اللحمه نتاعهم. فوالا. ما غير العظم. ما غير العظم. يعطيك الصحه. نوضحوا العباد. نحيو هذيك. جست خذيناها بالزبده وشويه طعم وكل شيء. لما قليناها عملت اللونات. جست عملت الحرف نتاعها الكل، ومن بعد حطيناها في الفور. صحيح، تكملت من بعد في الفور 180 درجة. من بعد خرجنا خدمنا لها اون كخوت، هي البليكول اللي تشوفوا فيها من فوق الخضراء. هذايا. يعطيك الصحة. كي الغلاف كاين باش نغطيوها معناها. الغلاف هذاك شنو عملناها؟ خذينا الزبدة، خذينا ميت بان معناتها الخبز الأبيض نتاع الخبز، خذينا بيستاش. وبيستاش كونكاسي زاد عملناه هكا بالسكينه مهروش، وخلطناهم مع بعضهم مع المعدنوس وفوحنا، حطينا شويه موتارد وكل شيء. من بعد حطيناهم سورين على اكل البابي اللي نستعملوه في الفول، حطيناه وعملناهم حليناهم بالقلقال وكل شيء ولات بلا مستويه. من بعد صورنا التايم نتاعها وتدخل الفور باش تاخذ الفورمه وتلبس اللحمه نتاعنا. وي ومع صوص زينا. صحيت وعملنا اون صوص مايونيز مايونيز كيتشوب كورنيشون وبصل وسيفون. صوص معناتها فريش خاطر العلوش مو الى توندونس فيه بوكو دو غرا، دونك يغلف الفم ويغلف البالي نتاع الفم يخليك. دونك جوست نذكروا زاده وانه راهو نجموا نعوضوا الناس اللي ما عندهاش فستق، دونك نجموا نعوضوا باللوز بالكاكاويه باللي نجموا اللي متوفر موجود عندنا في الكوزينه نجموا نعوضوا. ما فما حتى مشكل، دونك يعطيونا زاده غوندو حلو برشا. باغفي، يعطيك الصحه، اعطيه ذوق ميلا ضيفنا. ميرسي بوكو، نورتنا انيس خميسي. شوي اخر نرجع لك. اي هو يعني مغطس سي تو في الماكله كهو، هذاك اختصاصه قال لك ما يعمل حتى شيء في الكوجينه، معناها نهار كيف اليوم ما يعاون في حتى شيء. انا في بلاصتي يا دورا نتغشش عليه راه. نستنى في النوت فريمون. اي بنينه؟ والله طياره. صحة. صحة صحة صحة. أنا نحب تشهي هذه صديقة. إي تشهي البطاطا. هاي خلي معك شوية عاد باش ناكل. ممتاز. ميرسي شيف مروان اليونسي. وعيدكم مبروك الناس. كل عام وأنتي حي بخير، يعطيك الصحة. أنيس ميرسي أنكور، ربي يوفقك إن شاء الله. ميرسي بوكو، يفضلك. كنت خليني نكمل. أيوا باش خليك. نسلموا عليكم، احنا نتقابلوا معاكم إن شاء الله. إن شاء الله كل عام وأنتي حي بخير. باي باي الناس الكل. باي، وعيدكم مبروك. We'll be right back.
يا بنية الأحلام بالك تنسان يا بنية الأحلام بالك تنسان وأنا ما ننسى على طول زمان يا بنية الأحلام بالك تنسان يا بنية الأحلام